الحلف بغير الله كالله بعلم مال كثير جدا بتعم بسطر وبعض الناس لا يعرف أنه هذا حلف أصلا لأنه يقول لي هذا لا يصدقه يقول له أمانة أمانة حلف بغير الله عندما يقول له أمانة يقول مثلا حصل اليوم انفجار يقول أمانة هذا أمانة حلف بغير الله عند عنده سو كالله تعالى يملأ لي لمسالي بأمانة يملأ لي أو أمانة بالأمانة يا ليمان حتى إذا حذف الباء كذلك حتى بالأمانة قبيل أمانة يا رب ببال يا رب قالت كالله تعالى يملأ لي ويحلف بحياتي وبحياة الأب وبحياة الأم باباتي بناتي براسم بدمي يملأ يحلف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام بنبياتي يملأ يحلف مثلا بالأموات بتربة القبور بموت الصوت يملأ بموت الصوت آثر يملأ هذا كله شرك صار إيه ولا شرك كل شركنا وما لستنى شرك أحيانا يصل الحلف بغير الله إلى الشرك الأكبر إيه تنشر كتبالو عند عندي عندما أكبرون عندما كف عند عرقه كيف؟ وده شرك الأكبر درسه كيف؟ عندي تنونو شرك الأصغر وده تلك مدرسه رجل سرق سمكة عند سو أسا سرقه وأكلها بلت قل له هذا يقف يا أستاذ أعطينا بس دقيقتين انتظر اجلس سرق السمكة عند سرقة وأكلها بلى فجاءوا إليه ودرسوا مطبة وجدوا السمكة وجدوا الشوك الرأس والذيل والشوك كايا سوية فيت يا أسا لما بلات ملكت أنتون راسون من آمنون يا أسا ملكت وشار قال اتق الله تسرق السمكة أنت الله ثرى عصاية تسرق على الأبواب وتأكلها بلها تل حلف بالله أنه ما سرق ولا أكل إيه بلو يسرقوا سوية بالله قلت ما لقوا مالا عصا أسرقهم بلو قالوا له لا احلف بالتيجاني بل بشح تيجاني مالا أسرقهم ست البلوار قال لا لا احلف بالتيجاني لا 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 بشح تيجاني ما حتى اسم الانيا اذن هو يعظم التيجاني اكثر من تعظيم الله سبحانه وتعالى هذا هنا شرك اكبر الحلف بغير الله سمت الله تعالى من ناقر بالله بوشته مال بشح تيجاني لكن كف سلارقه بشح تيجاني ورط الله وطال بس حتى اسم الانيا بلو ينقر ايه شرك الاصغر عدلم اكبرنا ومنطق بلو يوطال اصروا عليها ان يحلف بالتيجاني إذا وانا بطعام أطبق وبت بشح تجاني كان مرث عن لقه ماله حلف بالتجاني إذا وانا بتجاني ماله فخرجت السمكة من فيه ترجع خافوا من تقبلا أسيت وطج خرجت السمكة من فيه خافوا وطا يبلو أسا كذب لا شك أن هذه القصة كذب لا شك يعني قصة وشتم لأن هذا معناه أن الاتجاني ما ليس لله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون لا تجاني لا الله يمي الدرقو بالله تملو يمي الدرقو بتجاني ملو لتوطع أي قبا موشتر اعتبر أن القصة صحيحة الصوت تككل وأن السمكة لبس عليهم الشيطان ورأوا السمكة تخرج من فيه كافو يا وطع السلام عسى عسى ما دل يوطى باسى تمساسله بين لين يمساسل نقر وطبته هذا معناه أن الاتجاني ما ليس لله هذا شرك أكبر إيه تجانين اندي كبر يا درقة شيطان يا مساسل لتملكات وش إيتا يا درقة ونقر نونج بتجاني بمبالو يوطى نقر عندم نقر يدر